حضراتكم من جديد، بنرحب في البدايه بلاعب النادي الاهلي في الكاراتيه الكوميتيه ولاعب منتخب مصر صاحب ال 21 عام شوقي احمد شوقي. اهلا بك يا شوقي. اهلا بحضرتك، منورنا والف مليون مبروك. الله يخليك. طبعا الله يخليك. الاداء الجيد في بطوله الجمهوريه، الله يكرمك، ربنا يخليك، وكمان في الدوري العالمي الحمد لله. انا عايز اقول لك، وانت داخل وبدات تتكلم معايا شويه كده، حتى سالتك انت بتدرس ايه، لان انت يعني انا حسيت ان انت مهندس والله. والله لان اسئلتك وملاحظاتك حسيت ان انت مهندس. ان شاء الله ربنا يوفقك، انت في هندسه وهندسه عين شمس، ان شاء الله ربنا يوفقك. ربنا يكرمك. شوقي، هتكلم عن بطوله الجمهوريه، اخر بطوله ليك كانت امتى؟ استعدت ليها ازاي؟ حصلت فيها ايه؟ يعني كلمني بشكل عام عن البطوله. والله البطوله كانت حوالي تقريبا من اسبوعين. يعني هي بتبتدي، هي طبعا مؤهله منتخب مصر، هي بتبتدي تقريبا من يعني بطوله القاهره، بنلعب القاهره، يطلع مننا 8 يلعب بطوله الجمهوريه، يتاهل بطوله الجمهوريه 8 لاعبين يلعبوا دوري مع بعض. طبعا اول 4 دول بيتخشوا المنتخب. يعني لعبت 7 ماتشات في الفاينل؟ لا، كان في لاعبين، يعني واحد ما جاش والتاني استثنى، فلعبت 5 ماتشات بالظبط. 5 ماتشات بس، يعني انتوا كنتوا 8. ما تمش تصعيد حد بعد الاثنين لعيبه دول، ما استبعدوا او يعني ما لعبوش، ولا ما تمش تصعيد؟ لا، هو 4 من البطوله دي، هو واحد بس مستثنى. تمام يعني. تمام. طب فاكر اصعب ماتش ايه كان بالنسبه لك ولا مش فاكر؟ والله هو بصراحه يعني اللعيبه كلها صعب. يعني ان هو كله بيبقى بطل، يا اما بطل منتخب كذا سنه، يا اما بطل دولي، فكل الماتشات بتبقى يعني مفيش فرق ما بينهم. انتوا ما شاء الله واضح ان الفاينل عندكم عشان كلهم بيبقوا رانكينج، نفس الكلام قالته ايه وياسمين، بيبقى الموضوع صعب جدا. من بطوله القاهره عندنا بالذات، كمان في الميزان بتاعي بيبقى يعني تقريبا بطوله القاهره ممكن تكون ساعات اصعب كمان من الجمهوريه، ان بيبقى عدد كتير جدا، كبير، بطل عالم، بطل افريقيا، والفروق قريبه. بالظبط، كلنا بنتمرن، كلنا بنشتغل. طب انت بتلعب في الميزان ده على طول عمرك فوق ال 84؟ لا، انا بصراحه ده برضو اول مره اصعد الميزان ده. كنت السنه اللي فاتت كنت بلعب تحت 84 كيلو، ويعني صاحب المشهوره دي عليا كابتن محمد عبد الرجال، ايه قال ايه؟ هو اللي قال لي كابتن حاجه برجال طبعا، مدرب جيانا، مدرب اولمبي، مدرب ده اولمبي العالمي طبعا. بصراحه. هو بره مصر لسه ولا رجع؟ لا، هو موجود دلوقتي في مصر. فهو يعني كان بقالي كتير جدا معاه، يمكن هو نصحك قال لك العب فوق ال 4. بقالي بتاع 5 سنين مثلا معاه، هو اللي قال لي يعني السنه اللي فاتت، ما شاء قال الله لي اكبر طويل، ويعني وحتى ضربات يعني بتاعتك هتبقى يعني بالظبط، هتبقى هو قوي قال لي خير هتبان كده. اكتر وكده، وبس يعني توكلت على الله وطلعت وربنا كرم الحمد لله. يعني انت خدت فضه، خدت فضه مين بقى الحمد اللي خد اول؟ من سموحه طيب حاتم. الفرق كان كبير يا شوي؟ لا والله، يعني الفرق ما كانش كبير ولا حاجه. هو انا لعبت توفيق وعدم توفيق. انا لعبت اول يوم، وانا اول يوم اصلا كنت يعني كان عندي نزله معويه زايده شويه، فالحمد لله يعني الحمد خسرت لله. الماتش ده وكسبت تاني بالعافيه حتى، الحمد لله لعبت الباقي تاني يوم يعني. طيب انت لعبت ايه على المستوى الدولي؟ يعني احنا زي ما كنا مع ايه وياسمين كنا بنتكلم عن طبعا الحمد لله الله اكبر، انت دلوقتي تعتبر التاني الحمد في لله. الميزان ده، وانت تطلع من ميزان جديد تاخد فيه تاني، ده انجاز الحمد لله. هنتكلم عن مشاركاتك الدوليه، شاركت في ايه وشاركت في ميزان ايه كمان؟ انا شاركت في سيريس ايه، كانت في كايرو. تمام. دي كانت امتى؟ السنه اللي فاتت، مش عارف كانت شهر 6 ولا كانت يعني مش تمام، متذكر قوي شاركت بصراحه فيها. التواريخ. دي شاركت فيها، دي كانت اول خطوه ليا تقريبا ان انا العب في الميزان التقيل، يعني تمام. صعدت الميزان وبدات اجرب واشوف. تقدمت الدور المتقدم فيها، يعني انا كنت تقريبا وصلت دور الثمانيه او حاجه زي كده، ما شاء الله. بس كنت خسرت ترجيح، يعني كان ما اعرفش يعني الترجيح كان عدى كده. ترجيح، كلمه ترجيح دي اصبحت كلمه ما بنحبهاش بعد موضوع جينيفر، فما بقناش نحب كلمه ترجيح دي وبنحس ان هي ظالمه يعني. الحمد لله. فما كانش فيه توفيق في البطوله دي، وبعد كده سافرت بعديها مش فاكر بكام شهر، يعني كان في سيريس اف تركيا. فاكر دي. شاركت فيها وحاولت برضو ان انا اعلي التصنيف بتاعي، بس برضو ربنا ما كرمش ميداليه. فيعني ده كان طب رانكك في تحت ال 84 كان عامل ايه في التصنيف لا الدولي؟ انا ما لحقتش الاثنين سيريس ايه دول لعبهم فوق 84 فعلا. طب كويس، فرانكي كويس جدا. انا يعني رانكي كان 102 في ساعه بريمير ليج كايرو. اللي بيسجل في بريمير ليج باول 100 بس، تمام. فانا كان يعني لو كان فرقت الاثنين دول معايا كنت سجلت، ما قدرتش اسجل عشان انا كنت 102 وانا خبر ابيض، توب 100. مركزين فقط. فالحمد لله. طيب اللي جاي ايه؟ يعني انت دلوقتي خلاص احنا عدينا خلاص الجمهوريه، ودي كانت، وانت الحمد لله دلوقتي مخلص تاني. فانت رانك بتاعك عالي في اي تجميع منتخب هتبقى موجود. بالظبط. ايه اللي جاي؟ ايه اللي انت عايز تلعبه الفتره اللي جايه؟ هو ان شاء الله طبعا احنا عندنا تصفيه لبطوله البحر المتوسط في تونس. التصفيه تقريبا في شهر بالظبط، هي اول الشهر الجاي. اتجمعت ولا لسه؟ احنا في معسكر، يعني احنا بدانا الجمعه اللي فاتت والمعسكر خلص يوم الثلاث، وفي معسكر جاي الاولمبي، المركز الاولمبي في المركز المعادي، المعادي. بايتين هناك ومعسكر مغلق. اول 2 بس اللي بيعسكروا، الثالث والرابع بيبقى بس تدريب.
فطبعا بحضر المعسكر. انت معسكر طبعا. وطبعا بقى الكليه يعني مع الموضوع ده يعني انت في هندسه عين شمس. هندسه عين شمس طبعا كلها بصراحه صعب صعب هي جدا. عايزه واحد فاضي هنا خالص، والمنتخب عايز واحد بس فاضي هنا انت خالص. قدها ودود، خلي بالك انت في سنه ثالثه تخصص، يعني انت خلاص عديت اعدادي واولى وثانيه، انت في ثالثه فاضل لك سنه واحده انا في ثانيه تتخرج. تخصص دلوقتي. ثانيه تخصص، فانت فاضل لك ثانيه ثالثه ورابعه. ورابعه، يعني انت بالظبط في نص المشوار. بالظبط كده. عملت ايه في اللي فات؟ ماشي كويس يعني الحمد الحمد لله. لله. طبعا اعدادي ما عدتش قوي لا طبعا كويس اعدادي قوي، صعب. بس الحمد لله بدات الم الدنيا. و بص هقول لك على حاجه، انا خريج هندسه، كنت نفس ظروفك دي. ما شاء الله. مش مطالب منك تبقى سوبر في الدراسه، مش هتنفع. تقدر اعمل، بس كونك في هندسه انت سوبر. فاهم حضرتك، فاهم. هو فهمت بصراحه قصدي فعلا ايه؟ كليه صعبه كلية فعلا. صعبه. فانت ماشي في طريقين وربنا يوفقك فيه. ودلوقتي الدنيا اختلفت، بقى الدكاتره بتفهم شويه صح. قدره، يعني زمان كان برضو لسه الرياضه ما انتشرتش قوي، فالدكاتره دلوقتي بتفهم شويه مسؤوليات البطل. هو فعلا عندنا بصراحه دكاتره فعلا، في دكاتره بتساعد وتقدر يعني. طيب